هذا البرنامج برعاية كريم هايبر ماركت. أخي ممكن تعطيني معلومات عن ليون؟ يعني أعطيك معلومات عن ليون ليش؟ يعني نبدأ أعرف المنافس اللي بدأ لعمه. ما بدي أحكي خصمي. بس يعني أحكي لك شيء. أخوي وحبيبي حيكون ليون، بس بدي أحكي عن المنافس. ليون ما بيحكي ولا بنسمع صوته خلال حلقاتنا كلها، بس نشوف هاي الضحكة هيك السام الصفرة اللي بتستفزك. انه انا بدي اطحنك يعني اليوم. هيك يعني هيك الابتسامه تاعتك يعني هيك الابتسامه 100%. جاهزين سيدي؟ ما حد غلبه من قبل نهائيا قبل ما اجي قبل ما تيجي لغايه الان ما حدا اوكي تمام ما حد غلبك نهائيا ثقة يلا يعني. نبلش 3-2-1 تفضل كابتن خالد. في البدايه انه انا اللي بلعب مش انت اللي بتلعب، كون انت لاعب قبل وغالب ناس كثير حلو فبتعطيني بتحكي لي تفضل بلش هيك اعطيني بلش بدك تكبس من اولها يلا استفزني يا كبير. كابتن كيف حالك؟ تمام. شو اخبارك؟ مشتاق لك انا حبيبي. الحمد لله كله تمام كله تمام. نبلش باول سؤال، مين هو الفريق اللي كان نفسك تلعب معه وما صحت لك الفرصه تلعب معه؟ برشلونة الإسباني. برشلونة الإسباني. لا احنا بدنا على الصعيد المحلي. كان الصعيد على الصعيد المحلي يعني مثلا يمكن كان نفسك تلعب مع الوحدات. يعني انا كنت العب بالفيصلي. تمام. ولو ما كنت بالفيصلي كنت راح احب اني العب بالفيصلي. راح تحب انك تلعب بالفيصلي. شو رايك بالوحدات؟ فريق كبير. فريق كبير. فريق حلو. فريق حلو. مرتب، قاعد جماهيرية، إدارة، لاعبين. تمام. مميزين. تمام ممتاز، لاعبين ومميزين. نعم. بس بضل قلبك متجه معلق بالفيصلي. أكيد. الى الان اكيد. تمام ممتاز 100%. طيب افضل لاعب برايك بتاريخ الكره الاردنيه مين؟ افضل لاعب بتاريخ الكره الاردنيه؟ نعم مروا لاعبين كثار. بدنا تعطينا اسم بنظرك فعلا بتحسه افضل لاعب. انعجقت انت بلاش تضرب على الشمال. حسون الشيخ. حسون الشيخ. نعم حلو. بوجهه نظرك هو افضل لاعب بتاريخ الكره الاردنيه؟ نعم. تمام ممتاز. تحياتنا لكابتن حسون. تحياتنا لابو يوسف حبيب القلب. 10-0 النتيجه لليون عشان تكون في الصوره. بس لسه ما بقلنا. صار 11-0. ليون في شيء اسمه بقن صح؟ لما تحكي لي بقن بنبقن. يلا يلا اوكي. طيب مين هو الفريق اللي مستحيل ترضى او النادي المحلي المستحيل ترضى تكون مدربه حاليا؟ ولا ما عندك وانت مدرب انت معرض لاي عقد لاي اتفاقيه مع اي نادي، فما عندي مشكله ادرب اي نادي في الاردن كونه انا اخذت اتجاه التدريب. بتحس حالك باتجاه التدريب قادر تبدع ولا بس ان شاء الله احنا بنحاول؟ خلينا نحكي يعني صراحه عشان تعيش وتزبط امورك، ولا حاس حالك مبدع بمجال التدريب كابتن؟ الواحد بيكون عنده طموح، كان عندي طموح وانا لاعب ناشئ اني اكون من افضل لاعبين الوطن العربي مش الاردن، والحمد لله حققته بالتدريب وبالشغل. انا ان شاء الله راح اكون بالتدريب نفس الشيء، نفس المسيره، قاعد بعمل السبل والطرق اللي تخليني مدرب جيد ومميز، وان شاء الله ما بنحاول. طيب. كابتن خالد، هل خالد سعد ظلم محليا واردنيا؟ ظلم؟ نعم. الحمد لله اخذت اسم واخذت شهره واخذت وضع واخذت شيء كثير من كره القدم. بكفي محبه الناس اللي هاي لا تقدر بثمن. هاي بتخليك انه انت تغض النظر عن اي ظلم انت حصلت عليه او صار في مسيرتك. بس صار في مسيرتك ظلم، حاس من عيونك انه في جواب. بالعكس. بالعكس انا الحمد لله اخذت اللي انا بستحقه. اخذت اللي انت بتستحقه. تستحق الافضل دائما كابتن. هاي صعبه هاي ليون سوري. طيب لو كنت انت مدرب المنتخب الوطني حاليا. نعم. اعمل لي تشكيله. حراسه المرمى. نعم. مين؟ عامر شفيع. عامر شفيع حبيبنا كابتن عامر اشتقنا له. حلو. الحوت حبيب الشعب 100%. غيره تشكيلتك شو راح تكون؟ بالدفاع ظهير يمين فيصل ابراهيم. حلو. ظهير يسار. حلو. فكر فكر ونعجق. ايوه. سالم العجلين. سالم العجلين حلو. وسط بالعمق. العمق الجنرال حاتم عقل. حبيبنا كابتن حاتم حبيبنا. غيره ابراهيم الزواهري. غيره في خط الوسط. نعم. حيكون عنا عبد الله بزمع المايسترو. حبيبنا عبد الله. بجانبه قصي ابو عليا. نعم. قدامهم مؤيد سليم. طيب
تقدر تذكر لي لاعب اردني من الجيل الجديد مظلوم مش ماخذ حقه؟ مظلوم؟ مش ماخذ حقه. لعيب ومش ماخذ حقه من الجيل الجديد. لعيب وهداف. واخذ حقه انه احترف بنادي، بس انا حاب نادي يكون محترف فيه افضل من النادي اللي هو فيه حاليا. نعم. لكن فعلا على المستوى الاعلامي بحس انه في شوي ما اخذ اسمه اللي بيستحقه. من هو؟ ولاعب جيد جدا وهداف. نعم. اللاعب هو من؟ بهاء فيصل. بهاء فيصل. نعم. ماكنة اهداف. نعم. ماكنة تسجيل اهداف. بصراحة يعني اسمه لسه هيك مش قادرين بالدارجة. طيب أو خلينا نكون صريحين كابتن اكثر شوي. اسف. رأيك ب 30/8 طبعا النتيجة، هذا عيد ميلاد مش نتيجة عشان بالصورة. عيد ميلادي. عيد ميلاد. 30/8 لمين؟ عيد 30/8 لليون. ليون 30/8 لا بقل. بقل شو يعني بقل؟ بقل ستارت. نصفرها. لا احنا ما حسبنا نقاط. لا انا بلعب مع ودي. سعاد هي عم تحسب لك على سعاد. حسبت نقاط؟ حسبت والله. بلعب مع ودي انا بحمي لسه. يلا بدنا يلا ستارت. طيب. مره ثانيه. اوكي كابتن، هاي الطابه كمان تفضل. تمام كمان طابه. اوكي كابتن، شو رايك بكل صراحه بالكابتن موسى التعمري؟ موسى التعمري حبيب القلب. موسى ما شاء الله يعني ممثلنا في اوروبا ولاعب مميز جدا ولاعب بنحبه ولاعب حبيبي والله جد الكابتن. هيا اكلت مخ 1-0. حبيبنا موسى التعمري. تمام موسى التعمري نوجه له تحيه اكيد في بلجيكا واكيد الصيام مأثر عليه بالتمارين لانه عانى كثير في موضوع صح مع الجهاز الفني ومع المدرب، يعني انه بيروح بيصلي باوقات صح المباراه، فشيء اكيد ما كانش يعني المدرب استاء من هذا الموضوع. تمام. فموسى خليك مواظب على دينك وعلى تدريباتك. صحيح. وانت نجم كبير في الاردن. طيب مين في خارج الاردن؟ كابتن خالد، مين اللاعب اللي كنت تغار منه خلال مسيرتك ولعبك مع المنتخب؟ لاعب اردني جد كنت تغار منه؟ كنت اغار منه؟ يمكن لانه شوي احلى مني. مش احلى منك، العب منك. صراحه كلهم 11 كانوا العب مني ما شاء الله عليهم، لولا ما هم مميزين. حلو الجواب الدبلوماسي. انا مميز هذا. بس اغار منه بصراحه فيش يعني يعني بكره القدم فيش موضوع انه اغار منه. ممكن يعني انا هو ايجابيه تنافسيه بحسه هو مثلا عنده إشي مميز يعني بطلع عليه انه انا استفيد من الإشي الموجود عنده. طبعا. احنا اتغار منه انه انت تتمنى زوال النعمه عن شخص ما صح وتتحول إليك. صح. بس الغير في كره القدم اني اشوف لاعب اسطوره وقدوه غير ايجابيه وبدي اعمل زيه. تمام. هيثم الشبول اكيد كنت من الناس شبول. اللي احبهم كثير واحب طريقه لعبه. تمام. وفعلا انا يعني هو حببني في هذا المركز. هل هيثم الشبول قدوتك بتحسه بال يعني بصراحه قدوتك بصراحه يعني اللاعبين جيل الفيصل الذهبي، خلينا نحكي اللي احرزنا جيل الفيصل الذهبي اللي احرزنا كاس الاتحاد الاسيوي لسنتين. نعم. متتاليه 2005 و2000 وشغل صحيح و6. ففعلا هذا كان جيل كله مميز. انا كنت من اصغر اللاعبين، كانوا جيل كلهم مميزين شخصيا وعلى الصعيد الفني. نعم. واللياقي والبدني والأخلاقي. والاخلاقي، فكنت كثير بتعلم منهم كونه انا لعبت بعمر 17 سنه بالفريق الاول. طيب كابتن، شو صار بالفيصلي حاليا؟ ليه هيك؟ هذا سؤال الجماهير كلها بتتساءله، بدنا نعرف وجهه نظرك كمان في الموضوع. بدي احاول اطول والم الكرات كلهم عشان السؤال هذا. تقدر تحكي باس حكينا، تقدر تحكي انك ما اذا ما بدك تجاوب ما بتقدر تجاوب، انت حر. لسه مصمم على سؤالك؟ مصمم على سؤالي. تخسرني نقاط؟ عشان تخسرني نقاط اكثر من النقاط اللي خسرتها مع اليوم. بس انا جد حاب اعرف وجهه نظرك حاليا ليه الفيصلي وصلنا لهالمرحله معه. في كثير ناس من جماهير الفيصلي تتساءل، اذا ما بدك تجاوب كابتن لا بدي اجاوب. لا بالعكس بدي اجاوب. انا حاليا يعني تعرف انا بنادي شباب الاردن بالتدريب بنادي شباب الاردن، لكن من متابعين الدوري الاردني ومتابعين نادي الفيصل المكان اللي انا تربيت فيه. وفيصل يا كابتن المكان اللي تربيت فيه ولعبت فيه كل عمري تقريبا. بالضبط. فالظروف اللي بتصير يعني كانت الناس بتحكي اداريا فنيا. نعم. موضوع الجماهير. نعم. الموضوع اللي بصير انه في عندنا مشكله بالفيصلي بموضوع الفئات العمريه فقط لا غير. أوكي. الاداره. أوكي. تراجع نفسها وتتابع امور الفئات العمريه. انا متاكد الفيصلي راح يرجع لسابق عهده. نعم. وافضل. نعم. الفيصلي طول عمره بيعمل انجازات باولاد نادي.
دائما لما كان يهتم بالفئات العمريه كنت تشوف الفيصلي باحلى حله. صح. لما صرنا نعتمد على الاسماء اللي من برا النادي، ومع انه كل لاعب بيجي على الفيصلي له احترام وتقدير ويعتبر ابن نادي وبيعتبر نفسه ابن نادي، لكن الفئات العمريه هي مصدر دخل النادي الفيصلي. ارجعوا للفئات العمرية، ضبطوا الفئات العمرية، جيبوا مدربين مميزين للفئات العمرية. نعم. راح تنشدهم. طيب علاقتك بإدارة الفيصلي جيدة صحيح؟ جدا. ممتاز. تمام. طيب الرياضة في الأردن بتطعم خبز؟ بتطعم خبز وبتطعم عيش وبتأكل عيش، واللاعب اللي بده يشتغل إنه لاعب كرة قدم فقط أكيد راح تعمل له إشي كثير كويس. طب لو ما كان مميز هو بس بنادي بسيط عادي، هل راح تأكله عيش؟ يعني الموظف العادي خلينا نحكي، تمام، اول ما يدخل على وظيفته بكون مدير ولا بكون موظف وبيجتهد وبيبدع وبيقدم شيء طبعا. كويس بكون موظف وبيجتهد. صح. نفس الشيء كرة القدم، انت لما تكون لاعب في نادي عادي او لاعب اسم عادي اسم طبعا. مغمور، انت بحاجة انه تطور من مستواك تمام حتى تعمل شهرة وتعمل فلوس. فاذا اشتغلت على نفسك واجتهدت انت ممكن راح تعمل اسم وراح تعمل اسم وراح تاكل عيش زي ما بيحكوا اخواننا المصريين. طيب احنا هيك التحدي انتهى سيدي، ما شاء الله عليك، ولا باس استخدمت 21-9 طبعا النتيجه حتى مع شكرا لك ليو. شكرا. هيو حكى حكى لك ليو زمالك اذا بسالك اسئله عاديه ولا جاوبتني شيء. هذا البرنامج برعايه كريم هايبر ماركت.